صح؟ والله والله يا ابو جلوي المناخي يا المناخي جايكم وجه 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 ابو جلوي ابو جلوي ابو جلوي ابو جلوي ابو جلوي عنده الحيوان اللي يشبني فيه كان يمدحني علشان مدحي بس دقيقه خليك انا المناخي دايما دقيقه الله يفقدني امي لاردها بس ما هي بقلبه وش ما اقدر لا والله لا رد والله لا رد ابو جلوي والله ابو جلوي تدري انا ايش كذا والله كنت ابيها هنا بس ضيعت بين لون زحلق زحلق ها سلطان ابي منك شيء ارجع قال لك باجي وانت اعطيه يومين بس يومين ما ابي منك يومين خلاص بس الترجع يومين وردها لي ترجع دبل خلاص بوش بعلبه ولا ما ادري خلاص يومين عليك كلام هذا طلع طلع فكوه يومين من البرايم يمكن تروح البرايم هي ما جتك يلا وش يا رب اني اطلع برايم علامك انت فكوه ها صدق علامك يا ليش شكل شاف كلام الجمهور قد افلم علينا هنا خلاص يا خلاص ها يلا ممكن توخر عندك اثنين لان عندنا اشغل ترى خليني اكلم الرجال يلا السؤال عندك يا علي ابو جلوي خلاص خلاص عنده هو خلاص والله لا 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 والله لا والله ما في خاطري شيء والله رب الكعبه ما في خاطري شيء والله بعض العينات لا تعبي راسك اعرفها زين لا لا ابو هالراس دخلني انا ما قلت اضربه بلا سلام قلهم سمعت هباس قل هل قد حب بكل أمان هل قد حبيت قبل ما تتزوج قبل ما تتزوج قبل ما تتزوج تبي تعتذر أنا السؤال مديتك كم ضرب صار عبد الله نعم قد حبيت من أنا ما قال من قال من حبيت نعم أنا أعلمك من أمرتي قبل تتزوج عليها قدر يوم ملكت حبيتها لا قبل تتملك قبل ما تدخل في ذمتك قد السؤال في شوي لا انا قلت قبل تتزوج بشكل عام اقنعني صح ما عليك ما يطلع عشان ما يطلع عشان بطلع اجدك يلا اسال اسالني سؤال محرج عادي ما مشكله قد مرت شنبك لا والله وليش انكتر لا واحد وش يدل عليه ايش انا انت ست اسئله اسرع ليش علي بن سعيد مخلي شنبه تحت الشبكة وهذا معارض للسنة هذا خلق تربي خلق تربي سوي مخاب سوي زحلات صفرات فجأة أعلمك الدار عليك يومين خاص يلا يا اسأل بي هلا اسأل يعرف السؤال كم عندي نواف أنا ثاني نواف سعيد كنت طلعت مع قول يا رب ان الله يجعلها في وجهك يا هذا امنعك من بغيت اجيب لي ارجع سؤال واحد اثنين ثلاثة اربعة الربع لعبه ما انت ضعيف انت طلعت مع رجال ها يا ابن عباد بس هناني كذا معطي ثلاث واحد ماشي بالغرفه روح جيب هذا بس ما يقدر هذا وش دخل والله هذه اللي بقاها يا زعل ها ندمت انك شاركت ولا لا عاد النيه من زمان لازم تطفوا ذا لا لا وش بك يا اخي ها خلصت عليه بصوص يا عيال اكره شخص في البرنامج عندك من المتسابقين علي بن سعيد خل دام انا وجهك اكرهك انا والله الصدق صبر كر والله والذي لا يحق لا يعني ما تقبلته مثلا يا اخي شوف شوف انت خلق الله خلق الله ما راح يجون على مودك والله صدق كل واحد الله معطيه لا يعني ما تحس انه نفس مودك ما انا تبي الصراحه اقسم بايه الله تعتذر من يدك ما اعتذر قاعد جاوب انا ها تبيني اقول لك شخص وانا ما اكره لا مو بكره يعني ما مثلا لا انا والله انت مودك في اللاوي انا مودي نفسي طيب انا بجاوب وفي شهاد حلو والله اني امشي مع الجميع وسولف مع الجميع والجميع سوى هل هذا كلام صحيح نواف ولا لا؟ صح هل هذا كلام صحيح ولا لا؟ نعم هل انت صدق والله يا سلطان وش؟ هل بس لا تتهرب عن السؤال هل انا عندي انحياز الفئه وصاد عن فئه؟ لا احنا قلنا انحياز سؤالي إيه انت تقول تقبلته وكره انا لو اكره ما راح اجي خال كره خال كيف انا هاجري خال حلو يلا بيوته ركيكه ودائما معفطه بس القائه زين اساله مدح حاجه رجال هذا سبب المدح
انا ما وصلت للرجال يجعلني جنبك يا قلبي هو يسبك معي في نملة سودة جلست عليها تبي تقرص لا بعدنا انشبت في رجلك والله العظيم ايوه هذين لا لا تعب لو الله يعطيك الصلاح خذوه خذوه يا هلا يا ولدي انت من وديتها يلا المخذ ايش كلام انا من راسي طارق اسلم اساله يا غبي ايه اسلم علي بن سعيد قد طلعت يا رجع لا اتدلل الله ياخذ عقلك يا علي علي بن سعيد تعال هل علي بن سعيد هل علي بن سعيد ندم على بعض الصدقات لا ما ذكر الاسماء انت غيرك اسماء ما هو اسمك والله ما ادري ايش السؤال ذا غريب ندمت انك خويت ناس من والله انك ان شاء الله بتندم 30 يوم غيره و 30 يوم غيره حلو ان علمنا اسال نواه تعال 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 اصحاب وجمعه جازت مصارحه قد تضاربت مع رجال كبير جاي بالغاب ابوك لا يلا هسه اذا جاوب وجه بريء واذا سال وجه خبث يعني انا هو انا هو ابنه لا ما قال لك نظرني قال اسال طيب صح قد